السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسعادة. النهاردة جبت لكم درس جديد، وهو كيفية عمل ربط مصنع لتابلت اولى ثانوي بعد تحديث النظام لاندرويد 8. طبعا يا جماعة ده التابلت بتاعي، انا لسه عامل له ضبط مصنع النهاردة وشغلت الكاميرا عليه تمام وكل حاجة، بس علشان تشغل الكاميرا لازما هتخرج بره النظام. فطبعا ان شاء الله بنزل لكم الطريقة علشان اللي عايز يعملها في الاجازة، بس انا طالب منكم حاجة واحدة بس، انكم تتفاعلوا معايا في الفيديوهات وتعملوا لي لايكات وتحطوا لي تعليقات حلوة، وانا ان شاء الله هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه وهحل لكم كل مشاكلكم. تعالوا نروح نعرف ازاي هنعمل ضبط المصنع. اول حاجة بتروح على الاعدادات، وعشان اوريكم ان انا اندرويد 8 اهو كده يا جماعة، نروح على معلومات البرنامج. زي ما انتم شايفين كده ان انا اندرويد 8.1.0. علشان تعمل ضبط المصنع هتروح على شاشة القفل، وهتخلي نوع قفل الشاشة تعمله رمز بي اي ان. هنعمل رمز بي اي ان مثلا، هندوس كده متابعة، نعمل تأكيد، زي ما انتوا شايفين كده. بس انا دخلت على سنت الجهاز من ورا، قصدي هو كده عمل رمز معانا اهو، رمز بي اي ان. بعدين هتروح على اول حاجة ضبط القفل الامن، هتدخل الرمز، وبعد كده هتفعل الخاصية دي. تمام يا جماعة، الطريقة دي مش بتاعت الرمز انك تعمله 15 مرة غلط، دي طريقة تانية خالص. هتروح على الحماية، بعد ما تروح على الحماية هتروح على الإعداد الآمن. بعد ما تروح على الإعداد الآمن هتدوس على يلزم إدخال رمز بي أي إن عند تشغيل الجهاز، بعدين تدوس على موافق، وهتعمل الرمز اللي انت عملته للجهاز. بعد ما تعمل الرمز اللي انت عملته للجهاز هتقفل الجهاز وتفتحه، وانت بتفتحه هيطلب منك، يعني هيقولك للدخول إلى النظام أو تشغيل الجهاز بتاعك، هيقول لك دخل الرقم البي اي ان اللي انت عملته. فانت هتدخل اول مرة رمز البي اي ان غلط 10 مرات، هيطلب منك يقفل الجهاز وتفتحه، هتقفل الجهاز وهتفتحه، هتفضل تعمل الرمز غلط برضو 10 مرات، هيطلب منك تاني انك تقفل الجهاز وتفتحه، هتقفله وتفتحه تاني، هتعمله 10 مرات، اول مرة هتعمله هيقول لك فاضل لك 9 محاولات كمان. فانت هتعمل ال9 محاولات دول، وفي اخر محاولة هيعمل ضبط مصنع لوحده. بعد ما يعمل ضبط المصنع انت تعامل بقى، لو مش عرفت تعمل ضبط المصنع هسيب لك فيديو اسفل الفيديو ده، من خلاله هتعرف ازاي تكمل ضبط المصنع بتاعك. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.